في الحقيقة مصر هي بلد معرض الكتاب، ومعرض الكتاب ما بقاش معرض واحد، بقى مجموعة معارض. يعني بنشوف ان هيحصل قريب جدا معرض في العاصمة الإدارية، بنشوف ان في معارض كتاب بتحصل بشكل دائم في عدد كبير من محافظات الدلتا او محافظات الجنوب في الصعيد، وبنشوف ايضا المعرض اللي بيحصل في مكتبة اسكندرية. خلينا نقول ان فعاليات النسخة 19 لمعرض مكتبة الاسكندرية الدولي للكتاب هيستمر لغاية يوم 28 يوليو القادم. المعرض ده بيتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبالتعاون أيضا مع اتحاد الناشرين المصريين والعرب. بنتعرف على تفاصيل معرض الكتاب الدولي في مكتبة اسكندرية، ومعانا على التليفون الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة اسكندرية. صباح الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. صباح الخير. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. الموسم والصيف ابتدى على السواحل المختلفه، وطبعا مدينه اسكندريه عروس البحر المتوسط، واكيد فيها عدد كبير من المصطافين. معرض الكتاب بيقدم ايه للمصطافين في اسكندريه ولغيرهم اللي بيحبوا الثقافه والقراءه والكتب، خصوصا مكتبه اسكندريه يعني مناره للحضاره والثقافه المختلفه؟ اولا المعرض ده دي له 19 مره، دي النسخه 19، وطبعا امبارح احنا افتتحناه بحضور معالي المحافظ اسكندريه ومعالي وزير الثقافه ومندوب وزاره الاوقاف والازهر ولفيف كبير جدا من الاعلاميين وعدد كبير جدا من اساتذه الجامعه ورئيس جامعه الاسكندريه على راسهم. وطبعا احنا كان فوجئنا بالعدد الكبير جدا من زوار المعرض في اليوم الاول، واحنا عاملين طبعا بجانب في 77 دار نشر عارضه في المعرض، وبجانب سور الازبكيه. سور الازبكيه ده قاعه كبيره جدا جدا وفيها عدد كبير جدا من الناشرين اللي او بائعي الكتب اللي بيبيعوا الكتب القديمه. ايوه. وباسعار مخفضه، وطبعا جميل جدا ان احنا نحيي سور الأزبكية ويبقى دايما، لانه ده كان من اهم الاماكن اللي بتبيع الكتب القديمه زي ما حضرتك عارفه. صحيح. احنا عندنا كمان نشاط ثقافي يعني بنقدمه برضه بقى لزوار الاسكندريه والمصطافين وكل زوار المكتبه. النشاط ده يعني رغم ان احنا المعرض 15 يوم الا انه النشاط مكثف جدا لدرجه انه في حوالي 160 نشاط ثقافي خلال 15 يوم. يعني هيحضر فيهم بالاسماء اللي موجودين في البرنامج حوالي 600 واحد ما بين مفكر ومثقف واستاذ جامعه وروائي وشاعر، بجانب تكريم معظم الذين حصلوا على جوائز الدوله السنه دي سواء جائزه النيل او جائزه الاقبال. قد ايه لحد دلوقتي يا دكتور احمد؟ والله احنا ما بنعدش لان احنا ما عندناش يعني بوابات إلكترونية على المعرض لأن احنا عاملينه في مكان مفتوح، إنما بصراحة احنا كنا امبارح واحنا بنفتتح المعرض احنا ومعالي الوزير ومعالي المحافظ مش عارفين نمشي من الناس. يعني انا يعني بقول لك يعني لدرجة انه يعني على ما مرينا على احنا دخلنا الناس على طول معانا، يعني ما استناناش لغاية احنا ما نفتتح ونخلص الناس دخلوا معانا، فكان فعلا في زحام. صحيح. أنا أتوقع أن يكون مثلا يدخلوا في اليوم، يعني مش عايز أنا أبالغ يعني بس أنا أقول رقم تقديري حوالي مثلا ممكن في حدود 5000 واحد يعني مثلا 6000. أيه. واحد. أيه. طيب دكتور أحمد، إحنا موسم الصيف بطبيعة الحال اسكندرية بتبقى يعني مليانة على آخرها بعدد كبير من المصطافين، كل مصر كلها جاية تصيف، إزاي بنستغل ده في ان احنا نسوق لهذا المهرجان لدى فئه يعني ربما ما يبقاش على خاطرها انها تيجي المعرض كتاب، هي جايه اصلا علشان تصيف، هل في يعني فعاليات او هل في اشياء بنقدر من خلالها نسوق معرض الاسكندريه بالنسبه لمصطفي الاسكندريه؟ وطبعا في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان احنا في دور نشر كتير جدا بتعمل تخفيض لاسعار الكتب، وبتبقى تعمل صفقات كده انها ممكن تبيع مجموعه كتب مع بعضها بسعر مخفض. عاملين قسم كبير جدا من المعرض ساحه كبيره داخل المكتبه يعني داخل مبنى لكتب الاطفال وللالعاب الالكترونيه بتاعت الاطفال اللي فيها طبعا حاجات تعليميه، يعني مهتمين جدا بالاطفال، عاملين للاطفال
مسرح كده في الساحه الكبيره بره، طول النهار هنقدم لهم يعني برامج للاطفال خاصه يعني بشكل خاص، يعني سواء كانت اغاني او افلام تلفزيونيه او غيرها من الانشطه. عملنا اعلان امبارح عن جائزه المكتبه للقراءه، ودي جائزه قوميه كبيره يعني هيشارك يعني معموله للشباب اللي هو سن من 18 لحوالي 40 سنه. واحنا اعلناها امبارح، وكل الجائزه دي كلها متبرمجه الكترونيا، حتى الامتحانات بتاعتها والاختبارات وكله متبرمج الكترونيا. ويعني الجائزه دي ما يميزها انها هتمنح جوائز لحوالي 100 واحد، يعني مش هتختصر فقط على عشان احنا نوسع قاعده التشجيع يعني وكده. وعندنا خطه برضو ان احنا بعد ما نعلن عن الجائزه هنجيب البيت واحد دول في اسكندريه ونستضيفهم لمده معينه ونتساقط. على اي اساس يا دكتور احمد بيتم اختيار الفائزين او عمليات التقييم ليهم؟ احنا عندنا ثلاث اختبارات كلها الكترونيه، يعني احنا عاملين بنك اسئله في حوالي 1000 سؤال. في الاختبار الاول المتسابق بيدخل الكمبيوتر بيديله 50 سؤال عشوائي، هو بيجاوب عليهم بشكل سريع جدا لانه طبعا الاسئله كلها مصاغه بطريقه موضوعيه، اما صح يعني صواب وخطا او مالتيبل شو يعني اختيار من متعدد. والكمبيوتر بيصحح ويديله النتيجه وهو قاعد، يعني يقول له انت اوكي هتكمل معانا او مش هتكمل. اللي هيكملوا يدخلوا اختبار تاني بعد شهرين برضه بنفس الطريقه بس اصعب شويه، عشان كل شويه بنصفي لغايه في الاختبار الثالث. بنطلب منه تلخيص عدد من الكتب وبناخد الحاجات دي نصححها ونطلع النتيجه في الاخر خالص، يعني كلها موضوعيه ما فيش فيها تدخل ولا نعرف هو مين ولا يعني يعني في الاخر خالص هنطلع الاسماء من الاختبار الثالث. طيب ابرز العناوين المنشورة وأبرز دور النشر أيضا اللي بتراهن إن هي يعني تعمل رصيد عند الجمهور. إحنا عندنا دايما الهيئة العامة للكتاب، عندنا دار المعارف، عندنا دار الشروق، عندنا دار المحروسة، عندنا المركز القومي للترجمة. طبعا. يعني هو ده أكتر حاجة بتبيع، يعني عندنا مكتبة الإسكندرية نفسها إحنا عندنا يعني عدد كبير جدا من الكتب، ايضا عاملين كتب للشباب كده صغيره الحجم رخيصه السعر. جميل. برضه في المكتبه عندنا بعض دور النشر من السعوديه ومن الامارات، عندنا الازهر على فكره عامل جناح جميل جدا جدا، يعني بيقدم فيه، وانا دايما بعتز بالحكايه دي ان هو بيقدم الدين بطريقه يعني جميله. صحيح. يعني بيجيب الاطفال في كتب جميل. الطفل 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 يا دكتور احمد، احنا عايزين نربط الطفل بالكتاب، الكتاب المقروء الممسوك في اليد. وانا قلت لحضرتك وانا بتكلم في الاول ان احنا عندنا ساحه كبيره في المعرض فيها كتب اطفال ومخصصه للاطفال، طبعا في كل دور نشر بقى عندها كتب للاطفال، بس احنا خصصنا جزء خاص للاطفال، يعني المكتبات المتخصصه في بيع كتب للاطفال. وطبعا حضرتك عارفه ان في دلوقتي حاجات بتتباع مش كتب، بتتباع حاجات الكترونيه تعليميه، يعني مثلا ممكن يبسط له التجارب علميه، ممكن يبسط له افكار علميه في حاجات كده. لا حضرتك بتقول الازهر كمان عامل حاجات. لا الازهر عامل للطفل بشكل مبسط. الازهر عامل بيعمل حاجه جميله جدا، يعني عامل جزء للاطفال وجزء للرسم والفن، يعني بيخلي الشباب يرسموا ويعملوا حاجات، وجزء تاني للكتب الدينية. يعني عارفة حضرتك اللي احنا عايزين هو ده الفهم الوسط للدين، يعني أيوة. انا يعني اخد بحضرتك طبعا يعني وفي سن صغير يعني بيبقى يعني هو ده السن الاهم للتنشئة الصراحة. مش بنعلم دين فقط، ده احنا بنعلم فنون ايضا وبنعلم ثقافة وبنعلم حاجات جميلة جدا بجانب الدين. يعني احنا بننتظر ان المهرجان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اللي بتيجي اسكندرية، بننتظر ان يحصل فعاليات تغير اتجاهات المصطفين من البحر والاستمتاع بالهواء الجميل بتاع اسكندرية، ايضا الاستمتاع بالثقافة والعلوم وكل مناحي المعرفة في هذا المعرض. شكرا لك دكتور احمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية.